الصفه غير قانونيه عندكم سند كاين شي مكتوب قضائي باش يخرج مضاري اييه عاد تعطيه حنا الدوله تحقق القانون داخلين بصفه غير قانونيه لا قبلوهم من القيها البراج داخلين من البراج من الكونترول فرغوهم من الكونترول فرغوهم من الكونترول انا ما نخرج من الدار ودخلت غير دخلوهم نتوما حتى نتوما باش كيتفضل نتوما تعرفوا تخرجوا تصرح الخدمه راس الاجنبي لا 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 ماني مصرح اول حاجه انا شوف راس على لا لا انت مستقبل اجانب اول حاجه تصرح بها راه عاكم جيتوا رانا نديكلارو لكم راكم جيتوا رانا نديكلارو لا كديكلاري قبل لي شوف هادو داخلين بصفه غير قانونيه لو كانوا داخلين من السماء هادو جايين من براج جايين من براج جايين من كونترول دار معين لا يجوا من دار معين حنا احرار هادو ديارنا تفضل يا شريف خطاش لا 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 مرقين منين تمرقوا ضيوفنا النهار الثاني تجينا تقولنا مرقوا حنا مالنا مرقين حد ثم مال فين هذه الدار تدخلوها اي وقت بلا سند قانوني دخلتوها في 3 الصباح دخلتوها في 5 دخلتوها في اي وقت يمكنكم انتم تدخلوا راهم قاعدين تقبضوهم بالقوه وتمرقوهم والله تحانوهم اللي مرقوا ركبوهم الصواريخ كاع انتم الا بغيتوا هذا اللي تعرفوا هذا اللي تعرفوا ما تعرفوا شي ثاني ولكن جيب لي سند قانوني مكتوب نصور بعد انا مدافعه عن حقوق الانسان انا مدافعه عن حقوق الانسان انا